حياك الله يا علي وصبحك الله بالخير وصبحكم الله بالخير متابعينا ومشاهدينا الكرام، وتحيه للزملاء في الاستديو، ونرحب بكم في جوله جديده وياكم ان شاء الله. اليوم سوق الجديد نتعرف فيها وياكم على اسعار الاسماك المعروضه عندنا. ما شاء الله اليوم عندنا تشكيله كبيره من الاسماك المعروضه عندنا هني، بدايه من الهوامير، وعندنا ما شاء الله البياح، وعندنا الجش ام الحله هني، وعندنا بعد اليوم ما شاء الله شيء جميل يعني من انواع الاسماك الطيبه والجميله اللي تينا دائما في سوق الجبيل، اللي هي الجش عندنا من نوع السبن، او عفوا السبن هني عندنا ما شاء الله. كم اليوم السبن حمزه؟ ثلاثين. ثلاثين. وعندنا الجش ام الحله 35. وعندنا البياح اليوم 25. البياح 45. الهوامير على 45، والبياح اليوم على 25. طبعا نزل سعرا من 30 وال 35 الى 25 درهم ما شاء الله. والبياح من البلاد مثل ما تشوفون عندنا الاحجام الطيبه هنا. بنشوف وياكم بعد قدام مشاهدينا الكرام شو عندنا من الاسماك اليوم. ما شاء الله تقريبا معظم المحلات عندهم السبن متوفر عندنا اليوم في سوق الجبيل، وفي عندنا بعد في الاحواض هناك عندنا السبن بعد موجودات وحيات في الاحواض ما شاء الله. وهذه اسمك بعد نوع من السبن بعد عندنا هنا، شوف الحجم ما شاء الله الموجود. على كم السبن عندك؟ سبن كيلو 20. على 20 درهم. على 20 درهم عندنا السبن هنا الكبار ما شاء الله. ظهر اللي حبه فوق، شو اللي حبه فوق شويه بنشوف وياكم. هذه السمكه الطيبه الغاويه بعد من السبن ما شاء الله. شوفوا الحجم المعروض عندنا هني اليوم في سوق الجبيل. طبعا في احجام كبيره وفي الاحجام الصغيره اللي شفناها توه هناك. والسبن ما شاء الله من الاسماك الطيبه بعد اللي تنفع حق سووا بها مكبوس، سووا لها مقلاي بعد جميله طيبه. والكيلو على 20 درهم ما شاء الله اليوم. زين، وعندنا هني جش الصال على كم اليوم؟ 25. جش الصال على 25 اليوم مشاهدينا الكرام. بعد عندنا الاحجام اللي هي طبعا فوق الوسط الكبار هنا ما شاء الله على 25 درهم سعر كيلو الجش الصال. بعد الاسعار جدا طيبه، نزلت الاسعار عن ال 30 وال 35. وعندنا السبن الحي بعد ما شاء الله موجود. وعندنا اليوم الباشخيل هنا كم اليوم؟ كيلو 35. 35 درهم سعر الباشخيل مشاهدينا الكرام ما شاء الله. طري، هذا الطري عندنا هني من الباشخيل الطيب، والكيلو على 35 درهم سعر الكيلو. والسبن الطيب ما شاء الله. وعندنا القرفه هنا كم؟ 15 درهم. القرفه اليوم على 15 درهم كيلو. شوفوا الاحجام الموجوده هنا طيبه على 15 درهم سعر الكيلو. طبعا الفتره اللي طافت كنا نسوم من على 20 درهم، اليوم على 15 درهم. شو عندنا بعد هني ما شاء الله؟ عندنا الفرو هني على كم؟ جش كم الفرو؟ 25. 25. والنعيمي 30 درهم. وعندنا الحمام هنا 20 درهم. 20 درهم عندنا الحمام. وعندنا الفسكر هنا 25. وعندنا الحدي 25 درهم. 25 عندنا الحدي، والفرش هناك ما شاء الله 25. اليوم كله على 25. 20 25 درهم سعر الكيلو عندنا من اكثر انواع الاسماك الموجوده ما شاء الله. وعندنا شو هنا بعد؟ عندنا هني الكوفر. الكوفر على كم هنا ابوي؟ 30 درهم كيلو. 30. 30 درهم عندنا الكوفر. شوفوا الحجم ما شاء الله. السوق اليوم في انواع طبعا نفس النوع من الاسماك، لكن عندنا الاحجام مختلفه، الصغار والوسط والكبار. والكوفر هني على 25. 30 درهم عفوا سعر الكيلو. وعندنا هني التقوى كم اليوم؟ 15 درهم كيلو. تقوى على 15 درهم عندنا التقوى ما شاء الله هني على 15 درهم. والحمام هني على 20 ولا 25 الحمام؟ 25 درهم. 25 درهم سعر الحمام عندنا هني مشاهدينا الكرام. بنكمل وياكم بعد ها؟ 20؟ على 20 مش 25. 20 درهم هنا غلط مسكين. وهني عندنا طبعا الشخيلي او الباشخيل هني 35 ولا 30؟ 25. هذا 25 هني. شوفوا الاحجام طبعا اصغر عن اللي شفناه في الدتش اللي طافت هناك. هني على 25 درهم. والباشخيل طبعا من الاسماك الجميله والطيبه. وعندنا بعد الاحجام الصغيره من الجش ام الحله هني على كم الجش ام الحله؟ 20. على 20. على 20 درهم هني سعر الكيلو. عندنا جش ام الحلا والفرش. وعندنا ما شاء الله القفدار هنا ما شاء الله على القفدار. على كم القفداره؟ 20. طلع لي ايش اللي هذه شوي ظاهره فوق اسمك. شوفوا القفداره هذه ايش كبرها ما شاء الله. كم كيلو فيها؟ كم كيلو؟ أربعة خمسة. خمسة تقريبا عندنا القفداره. شوفوا القفداره ما شاء الله على كم الكيلو؟ 20. على 20 درهم القفداره اليوم ما شاء الله. شوفوا الاحجام الطيبه اليوم ما شاء الله. مثل ما نقول اليوم الاحجام العملاقه، اليوم الاحجام اللي موجوده عندنا احجام كبيره من جميع انواع الاسماك، من الجيش، من القفدار، من الكوفر. عندنا ما شاء الله السبن، سبن عندنا صغار وعندنا كبار، وشيء بعد سبن اللي هن حيات موجودات في الاحواض عندنا موجوده. ونكمل وياكم مع مشاهدينا الكرام ما شاء الله اللي هي دكه الربيان عندنا من الاحجام طبعا
تايجر فلاور الصغار والتايجر الاسود عندنا، بشوف وياكم هني الاسعار. كيف حالك؟ على كم ما شاء الله اليوم؟ كيلو 40 درهم. 40 الفلاور عندنا صغار عليه 40، التايجر الاسود التايجر 45 درهم كيلو. 45 الجامبو الابيض هذاك 40 درهم كيلو. 40 درهم وهني هذاك 45 بعد 45 40 و45 والجامبو الجامبو كيلو 75 75 درهم. وهذاك التايجر الهندي اللي فوق هذاك هذا 75 درهم 75 درهم وهني الفلاور الفلاور تايجر جامبو كيلو 80 درهم 80. شوفوا لك الفلاور الكبار هنا ما شاء الله هايله على 80 درهم، سعره كان ينباع على تقريبا 90 نزل تقريبا 10 دراهم، وحتى في نزول في مجموعه اللي طفنا عليها من الربيان وصلا حتى لل 40 و35. وهني عندنا التايجر هني كم بعد؟ 100 درهم اللي هو 100 درهم 100 اي نعم من 105 درهم الى 100 درهم 100 درهم عفوا سعر الكيلو. ولا بسر طبعا مثل ما تشوفون عندنا الصغار وعندنا الكبار، هني على كم الصغار؟ 85 كيلو يعني. 85 درهم سعر كيلو عندنا لابستر، وهناك على الكبار على كم ما شاء الله؟ هذا الكبار كيلو 100 درهم 100 درهم 85 و100 درهم. هذه اللابستر عندنا اليوم متوفر مشاهدينا الكرام، الاحجام الكبيره والاحجام الصغيره. طبعا بكمل وياكم بنسير نشوف وياكم بعد دشة الاسماك اللي تينا المستورد طبعا مثل السبريم والسيباس وعندنا البلطي والبياح طبعا المصري. بنشوف وياكم بدايه باسعار السبريم اللي يحب المشواي حياه الله. اليوم عندنا في سوق الجبيل عندنا شيء متبل وشيء عندنا اللي موجود هنا، من غير عندنا الشوايات ورا تعال تاخذ سمك من هنا وتوديه على الشوايات تختار التتبيله طبعا الطيبه. ونشوف وياكم بس بدايه اسعار السبريم هنا. كيف حالك؟ زين. كم سبريم؟ 26 درهم 26 درهم دوم السبريم هذا سعره 26 22 26 ما يتغير السعر ثابت تقريبا. وعندنا السيباس هنا سيباس كيلو 30 30 درهم 30 درهم عندنا السيباس احيانا يوصل سعر 28 لكن يرجع على 30 درهم وهني تم ثابت على 26. بصير طالع وياكم بعد عندنا البلطي او عفوا البوري البياحن المصري على كم ما شاء الله؟ كيلو 20 درهم على 20 درهم على 20 درهم سعر الكيلو تقريبا ثابت الى الان ما تغير. والبلطي كم عندنا؟ بلطي هذا 14 14 درهم. هذا المحلي ولا المستورد؟ هذا مصر مصر من مصر. هذا يجيبونه من مصر عندنا، وفي عندنا طبعا بعد مشاهدينا الكرام المحلي سعره كم؟ 14 درهم سعره ثابت الى الان ما تغير تقريبا صار له ولا فوق ثلاث شهور السعر ثابت الحمد لله. كان شوي غالي واصل على 17 وال15 نزل الى 14 درهم. ومثل ما تكلمت وقلت الاسماك اللي تبونها في عندنا المتبل جاهز، وفي عندنا تاخذون انتم من هناك الطازج وتودونه قسم الشوايات، وهذا بعد ترمون تشترون من هنا وتودونه بعد قسم الشوايات وشو لكم اياه ويقلونه ما عندهم اي مشكله يعني ما شاء الله. شوفوا الاسعار هني تتبيلات هذه الحاره من السبريم هني على 13 درهم سعر الصحن هذا، ومن غير عندنا التتبيلات البارده او العربيه هذه سبجه كامله مع التتبيلات على تتبيله على 12 درهم سعر الكيلو. وهني عندنا بعد النايل فيش او الاسماك اللي هي الشرايح البيضه اللي تينا على كم هني؟ هني هذه بعد 11 درهم. وهناك بنشوف عندنا ما شاء الله شوفوا شو عندنا جديد هني، عندنا الحلوى هذه الحلوى هني مرتبه ومبهره وجاهزه على 23 درهم ما شاء الله فيها وزن، وعندنا القرفه وانواع مختلفه طبعا من الاسماك والربيان الموجوده عندنا في سوق الجبيل. وحياكم الله وقلت مروا علينا وشوايات جاهزه مره خذ السمك وتوكل على الله. يعطيكم العافيه متابعينا، خلكم ويانا بصير ياكم بعد قسم ثاني من سوق الجبيل بريب لكم بعد اسعار اللحوم والدواجن. قسم الاسماك الى قسم اللحوم والدواجن متواصلين معاكم متابعينا مشاهدينا الكرام، نتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار اللحوم المعروضه مع اخونا محمد في هذا المحل المتميز. طبعا محمد يتميز انه عنده الهندي والباكستاني وعنده الاغنام والعيول وما شاء الله اشياء كثيره عنده، نتعرف فيها وياكم. محمد صباح الخير. الحمد لله. كيف حالك محمد؟ الحمد لله. طيب محمد شو عندك اليوم؟ هندي، استرالي، باكستاني؟ كل شيء في بابا ما شاء الله. خبرنا. استرالي طياره، استرالي محلي، هندي، اجل باكستاني،
كل شيء ما شاء الله. انزين عندنا اليوم استرالي الطياره وعندنا محلي، خبرنا هذا شو الحينه؟ هذا محلي، محلي هذا ذبح محلي هنا، ختم من البلديه، ختم البلديه. شوفوا تعرفونه، شوفوا شوفوا اللون ما شاء الله، شوفوا هنا كيف اللحم يبان غير عن يوم يكون مجمد ويتم في الطياره، هنا شوي غير. شوفوا ما شاء الله. وعلى كم اليوم الكيلو؟ هذا 32 درهم. 32 درهم سعر الكيلو، يعني نفس الهندي تقريبا. هذا نفسه نفس الهندي تقريبا. عندنا اليوم استرالي محلي وعليه الختم ب 32 درهم، يعني صراحه مشاهدينا الكرام سعر جدا طيب، لان دائما حصله ما بقل عن 35 وشوي فوق، احيانا يوصل 40، لكن اليوم على 32. وهذا الهندي الحين يقول لك في هندي محلي وهندي طياره، صح ولا هندي هذا طياره؟ هذا طياره. في بعض محلات عندهم الهندي المحلي، لكن بنشوف ان شاء الله وياكم الحلقات القادمه. الحين عندنا هذا الطياره اليوم كم سعر الكيلو؟ هذا 33. 33 درهم سعر الكيلو. عندنا الهندي الطياره، هذا كل الهندي هذا موجود. هذا الهندي طبعا، الهندي معروف مشاهدينا الكرام يوصل للوزن لغايه 8 او 8.5 كيلو تقريبا. الهندي 8 كيلو، 8.5، 8 الى 8.5 تقريبا. 7 كيلو في بعد 7، هذا صغير بعد لين 5 كيلو. ايوه لين 5 كيلو، لين 5 كيلو تقريبا. الهندي هذا دائما وزنه يكون مشاهدينا الكرام يوصل لل 8 8.5 لغايه ال 5، يكون افضل الاحجام يعني تكون هذه. وعندنا هني العيل باكستاني، هذا عجل باكستاني من الظهر ظهر. ايوه كم كيلو اليوم؟ هذا صافي 30. صافي 30 عندنا حق مشوي ستيك ما شاء الله، وهذا حق المفروم. ها هذا حق مفروم مجبوس سوري يسوي. هذا بعد كم سعره؟ 30 28. 28 عندنا هناك اللحم الصافي طبعا، وعندنا الظهر على 30. أيوة. ولا كم 30 درهم؟ هذا 30. وعندنا بالعظم مع عظم 20 درهم. 20 درهم مع العظم عندنا مثل ما شو مشاهدين الكرام. وهني شو عندنا نفس الشيء العيل هذا؟ عدم عجل مع عدم هذا. وكم بيكون سعره؟ هذا 20 درهم واحد. 20 درهم هذا في صدر ركبه ملدوش كله فيه ما شاء الله. طبعا اليوم عندنا بالعظم على 20 والصافي اللحم على 30، وفي عندنا بعد صافي لحم من نفس الذبيحه على 28 درهم. انزين بننزل لياكم الباب هنا من الثلاجه ما شاء الله. شوفوا الذبايح الموجوده عندنا هناك. هذا شو محمد شو عندنا؟ عيل باكستاني وهندي. هذا هندي، هذا استرالي محلي ختم من البلديه. ختم البلديه محمر يجي تياره. اي واحد فيهم هذاك الابيض؟ هذا أيوة. الابيض هذا شو؟ ايوه هذا محلي يعني. محلي ايوه هذا محلي، هذا محلي. هذا ختم احمر يجي تياره طياره. هذا ختم ازرق. الازرق هندي ما شاء الله. يعطيك العافيه محمد، جزاك الله خير. طبعا مثل ما شفنا وياكم مشاهدينا الكرام، اخونا محمد هنا عنده مجموعه كبيره من انواع اللحوم، طبعا من الغنم الهندي والاسترالي الطياره والمحلي، وطبعا لحم العيل مثل ما شفتوا ويانا اليوم الاسعار جدا طيبه، تبدا من 28 و30 وحتى الى 20 درهم. يعطيكم الف عافيه، خلكم ويانا تابعونا ونصير وياكم بعد القسم الثالث بسوق البيوت التعرفي وياكم على اسعار الخضار والفواكه. الالوان من القسم الثالث في سوق الجبيل، طبعا من قسم الخضار والفواكه، مكملين معاكم جولتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتعرف فيها وياكم مع اخونا عبد الحميد على اسعار الخضار الموجوده اليوم. ما شاء الله عبد الحميد منوع المحل عنده بالوان جميله من الاصفر والاخضر، وعندنا هناك ان شاء الله الهمبه بنراويكم بعد اللي موجود عندنا. بس بدايه نبدا وياكم باسعار الشمام، اللون الطيب مثل ما تشوفون هذا عندنا البرتقالي، شيء عندنا استرالي وشيء عماني. عبد الحميد اليوم ولا شو عندك الشمام؟ شمام عماني في اصلي. على كم الاسعار اليوم؟ هذا 7 ريال عماني، هذا 8 ريال. 8 دراهم استرالي و7 دراهم عندنا العماني، وعندنا اليح هذا الهندي ولا شو هذا؟ لا هذا عماني. عماني على كم بعد الكيلو؟ هذا كيلو 2.5 درهمين ونص، درهمين ونص تقريبا سعر الكيلو. تعال بصير طالع وياك بعد قدام، عندنا ما شاء الله العنب والذرة، وهذا شو هنا قلت لي اسمه هذا؟ تشيكو اسمه؟ هذا هندي هندي على كم ما شاء الله؟ هذا كيلو، هذا صندوق 8 ريال.
الصندوق هذا على 8 دراهم، صندوق على 8 دراهم طبعا من الفواكه الطيبة اللي جرب طبعا مشاهدي الكرام، هذا يوم يسوون عصير طعمه سبحان الله غير، يوم تاكل بعد غير طعمه ما شاء الله. وعندنا العنب هنا مال الهندي هذا على كم؟ هذا كيلو 10 10 دراهم الهندي. وهذا من وين؟ هذا كله افريقي افريقي على 10 يعني كله على 10 اليوم عشر. الهندي عندنا والافريقي على 10 دراهم سعر كيلو العنب عندنا اليوم مشاهدينا الكرام. رمان من وين هذا، هندي ولا يمني؟ هندي هندي هندي. كم كيلو بعد؟ هذا كيلو في 10 يعني 10 دراهم الرمان الهندي على 10 دراهم سعر الكيلو عندنا اليوم مشاهدينا الكرام. طبعا البضاعه او مثل ما نقول الفواكه الهندية قامت توصل عندنا الحين ما شاء الله، ونحن نستفتح بهذا الموسم الطيب بالهمبه الموجوده عندنا، عندنا البدامي وعندنا الفانسو وعندنا بعد اليمني. تعال عبد الحميد خبرني، هذا عندك البدامي الكبار هاي هذا الهندي البدامي صندوق على كم؟ هذا 30 30 درهم عندنا الصندوق. وهذا اليمني ولا الفانسو هذا؟ لا يمني يمني على كم؟ 25 25 درهم سعر الصندوق عندنا طبعا اليمني، وعندنا هذا الهندي. والفانسو وين داخل ولا وين موجود؟ كم سعر الصندوق اليوم؟ 35 درهم عندنا سعر صندوق الالفانسو مشاهدينا الكرام. تقريبا هذا الالفانسو هذا الالفانسو شوفوني، هذا اليمني هذا الالفانسو مشاهدينا الكرام، وهذا البدام يعني هذا الهندي والهندي، وعندنا هذا اليمني. وكم الصندوق هنا عندك؟ 40 درهم الفانسو على 40 درهم، والبدامي 35 درهم سعر الصندوق عندنا البدامي. شكرا عبد الحميد، بنكمل وياكم مع مشاهدينا الكرام، بننتقل الى قسم ثاني بنشوف وياكم اسعار الخضار المعروضه هنا. كيف حالك؟ طيب دكان مالك هذا؟ ايه خبرني تعال شو الاسعار عندك هنا؟ جزر على كم هذا؟ ايه ادري له ها هندي على كم؟ سبع دراهم سبع دراهم عندنا. تعال 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 من ورا الكاميرا، تعال من ورا الكاميرا هنشوف وياك الاسعار. كيف حالك؟ شو اسمك انت؟ زين الحمد لله. قمر الدين. قمر الدين يا قمر الدين، كيف حال قمر الدين؟ هذا عندنا ليزر الهندي. هذا الهندي شوفوا لونه كيف سبحان الله غير لين الاسترالي والصيني. هذا اكثر شيء يستخدمونه حق الحلوه ها؟ حلوه حلوه يسوون اكثر شيء، هذا يسوون حلوه وحق السلطه مشاهدينا. وعندنا هني الشمر هذا شمر شمندر كم؟ شمندر هذا كيلو 5 درهم 5 درهم. وعندنا هني الهمبه هذا مال الهندي 12 12 درهم الهمبه طبعا، هذه مال اتشار وحق الصالونه، هذه يسوون منها اتشار وحد يسوي منها صالونه، والكيلو على 12 درهم 12 درهم سعر الكيلو، زاد سعرها كانت على 8 درهم سابقا اليوم على 12 درهم. زين قمر الدين تعال خبرنا اليوم الطماط ما شاء الله هذا شو على كم هني؟ الطماطه جري طماطه كيلو طماطه هاي مال السلطه طبعا وتزيين الاطباق مشاهدينا الكرام، وكم كيلو؟ كيلو 8 درهم 8 درهم. والليمون عندنا؟ الليمون 5 درهم. مال وين؟ هذا مال تركي على 5 درهم عندنا الليمون طبعا الاصفر. وعندنا الطماط اليوم ما جبنا لكم اسعار طماط مشاهدينا، بشوف وياكم هني كم سعر الطماط اليوم؟ 12 ريال صندوق 12 درهم سعر الصندوق عندنا محلي وعماني ولا وين هذا؟ اردني مال عماني في مال محلي في كل نفس السعر 12 درهم اليوم؟ 12 درهم سعر الكيلو. والخس عندنا على كم اليوم الخس؟ خس كيلو 5 درهم 5 دراهم. الخس تقريبا مشاهدينا الكرام دائما سعره بين الخمس واربع دراهم مستمر على طول هذا سعره. تعال هذا الشمام ملوين ما شاء الله قمر الدين يمني ما شاء الله، شمام عندنا اليوم شيء الاسترالي وشيء العماني شيء الهندي وشيء اليمني، على كم سعره هذا؟ هذا 7 دراهم كيلو 7 دراهم 7 دراهم عندنا الشمام اليمني. شوفوا قامت تينا فواكه ما شاء الله كثيره من اليمن من الهمبه واشياء مختلفه. شكرا قمر الدين جزاك الله خير ما قصرت. متابعينا مشاهدينا الكرام ان شاء الله استانستوا واستمتعتوا ويانا بجولتنا الشامله وياكم من سوق الجبيل، بديناها طبعا من قسم الاسماك وانتقلنا الى قسم اللحوم والدواجن، ونختم دائما معاكم من هذا القسم المميز قسم الخضار والفواكه قسم الالوان الطيبه. يعطيكم العافيه، والحين نرجع للاستديو مع زملائي علي واسماعيل ونكمل باقي فقرات البرنامج، استمتعوا ان شاء الله. شكرا لك سلطان يعطيك الصحه والعافيه وما قصرت على هذه الجوله المميزه، شكر موصول طبعا لزميل المبدع محمد الياسي وكل طاقم العمل اللي موجودين معاكم، شكرا لك مره ثانيه سلطان. وتعرفنا طبعا من خلال جولتي على اسعار الاسماك واللحوم طبعا قسم اللحوم والدواجن، وايضا ختامها مسك من قسم الخضره والفواكه.